أهلا بكم. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع 5 اتفاقيات إطارية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعدد من شركات القطاع الخاص بهدف دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتشمل الاتفاقيات إقامة مشروع لصالح الشركة يستهدف إعادة تدوير البلاستيك وتصنيع أنواع بلاستيك أخرى معاد تدويرها يصلح استخدامه في مجال الغذاء وصناعات أخرى بتكلفة استثمارية تتجاوز 15 مليون دولار، وإقامة مصنع للملابس الجاهزة بتكلفة تتجاوز 150 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروع في مجال الغزل والنسيج بتكلفة استثمارية تتجاوز 65 مليون دولار. كما تم الاتفاق على إقامة مشروع مصنع أدوية بتكلفة استثمارية تتجاوز 1 مليار جنيه مصري، وإقامة مشروع صناعي بتكلفة استثمارية تتجاوز 129 مليون جنيه. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إعلان الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتنسيق والتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية إطلاق المنصة الرقمية إي تبادل، وتستهدف المنصة الترابط الصناعي بين شركاء نجاح الهيئة والترويج للمنتجات، وذلك في إطار تعزيز مناخ الاستثمار ودعم رؤية الدولة المصرية الهادفة لتوطين الصناعة والتحول الرقمي. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الزراعة والموارد المائية والري ومحافظة القليوبية بشأن الاستثمار المشترك لمنطقة الشاليهات بقرية مورجانا بمدينة القناطر الخيرية. تضمن البروتوكول أن يتم طرح المنطقة للاستثمار لتحقيق أفضل عائد اقتصادي ممكن، ويأتي ذلك في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين مختلف أجهزة الدولة وبما يتماشى مع سياسات الحكومة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة. وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالتوسع في إقامة المزيد من المناطق الحرة العامة داخل المدن الجديدة. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده مدبولي مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الذي أشار إلى أن السوق المصرية ما زالت تشهد رغبة من عدد من المستثمرين لضخ مزيد من استثماراتهم خلال الفترة القادمة. وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى ما أبدته عدة شركات تركية لإقامة المزيد من توسعاتها في مصر، فضلا عن العمل حاليا على الإعداد لتعديل تشريعي خاص بقانون الشركات الذي لم يطرأ عليه تعديل منذ سنوات. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم، إذ طغى القلق بشأن توقعات الطلب النفط العالمية على التوتر الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط، ومخاوف أخرى بشأن الإمدادات في أعقاب هجوم على محطة روسية لتصدير الوقود مطلع الأسبوع. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.1% لتصل إلى 79 دولارا و92 سنتا للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 1% لتصل إلى 74 دولارا و66 سنتا للبرميل. كذلك تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 65% لتصل إلى $2.62 سنتا للتر. وهبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.2% لتبلغ $2.51 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. بحث وزير البترول طارق الملا مع السفير الهندي بالقاهرة إيجيت جوبيتي سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات والهيدروجين والوقود الحيوي والفرص الاستثمارية المتاحة في هذه المجالات. خلال اللقاء أكد الوزير أن هناك تعاونا مثمرا مع عدة شركات هندية تعمل في مصر، منها شركة تي سي آي سينمار التي تسهم في تحقيق نجاحات في مجال البتروكيماويات وتتوسع في استثماراتها ومشروعاتها في مصر بالتعاون مع شركات البتروكيماويات المصرية.